صاحبك شو بدك حاسس ولا لا؟ كنت تجلس كذا كذا سنة. طب ليش؟ طب يلا نحكي. أو لو في عندك تسجيل أنا مثلا عندي الكرسي بدل ما أخذه من الأسبوع مصري اسمح علي بس تقول لي شيخ الضالي شيخ الضالي شيخ الضالي شيخ الضالي لا يبقى يعني مشكلة. سؤال سؤال أنا الآن أطرح السؤال الواجب من المحاضرة. كيف تتعامل؟ السؤال طبعاً الجواب على الوارد أفضل. كيف تتعامل مع أنماط العملاء الأربعة؟ مع أنماط العملاء الأربعة في مصفوفة كتلة للعلاقة في مصفوفة كتلة للعملاء طبقاً للحياة منهم ودرجة ولا أقام الشيء. كيف تتعامل مع أنماط الأربعة للعملاء المبينين في تصنيف كتلة للعملاء؟ شو تعمل لي مصفوفة وتقول لي الغريب كيف تعامل معها؟ واحد منهم Thank you.
مسكر مسكر القرد هذا عشان يوفر الزجاج خدش خلاص اللي لا تقول لك عشان يبرع أنا قال لي مش نسوي ده فينا والله العظيم ما لقيت قلت له قسما بالله شوف عندك قدر اساسي هذه الخطوه تصل من اللي ما عشان يوفر لك لو كنت مش داخل سامع الا تقص يا عيني والله خلاص انا مش عارف
احتضر اليوم احنا صور المحاضره. لا 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 لا